يتوقف دعم نظام التشغيل ويندوز 10 رسميا في 14 أكتوبر 2025. لازم ان انت تتخذ اجراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب. في الفيديو ده بنوضح شيء مهم جدا جدا لكل واحد عنده لابتوب او كمبيوتر، اي شخص بيستخدم نظام ويندوز 10 على جهازه في تاريخ 14 أكتوبر 2025 سيتوقف الدعم الكامل لويندوز 10. ركز معايا في هذا الفيديو، ايه هي النقاط اللي احنا هنتكلم عنها في هذا الفيديو، ايه هو التأثير اللي هيحصل لاي شخص عنده ويندوز 10. خلاص كده احنا كده عرفنا ان سيتوقف بشكل رسمي دعم ويندوز 10 في 14 أكتوبر 2025. وهل الويندوز سيتوقف تماما على جهازك؟ هل جهازك خلاص هيتوقف بعد 14 أكتوبر 2025؟ وإجراءات مهمة لازم تعملها قبل تاريخ 14 أكتوبر 2025 على جهازك لو كان متثبت عليه نظام التشغيل ويندوز 10. ما هي متطلبات ويندوز 11؟ كيف تعرف أن جهازك يتوافق مع ويندوز 11 ولا لا؟ ماذا تفعل لو كان جهازك لا يتوافق مع ويندوز 11؟ حاول ان انت تشاهد الفيديو ده من البداية للنهاية علشان تطلع بالمعلومة بشكل كامل. زي ما انتوا شايفين كده على الشاشة بيقولك سيتوقف الدعم لويندوز 10 في 14 أكتوبر 2025. خلينا ان احنا نترجم الصفحة دي ونقول لكم ايه اللي حاصل. لن تقدم اي مساعدة فنية او تحديثات للميزات او تحديثات امنية بعد 14 أكتوبر 2025 لويندوز 10. بيقول لك هنا ننصحك بترقية نظام التشغيل عندك ويندوز 10 إلى ويندوز 11. لن تقدم شركة مايكروسوفت أي دعم فني لويندوز 10. عدم وجود أي تحديثات أمنية، عدم وجود تحديثات للميزات. خلينا نشوف إزاي إن احنا نعمل اختبار هل جهازي متوافق مع ويندوز 11 ولا لا. هتدخل كده في بحث جوجل وتكتب بي سي هيلث تشيك، بعد كده هتضغط على نتيجة البحث اللي هي مايكروسوفت سبورت. بعد كده بتبدأ ان انت تنزل لتحت، هنا بتلاقي عندك هنا برنامج كده صغير المفترض ان انت تثبته على جهازك علشان تعرف ان هو متوافق مع ويندوز 11 ولا لا. بتبدأ ان انت تنزل البرنامج ده وتثبته على جهازك، وبعد كده تبدأ ان انت تفتحه. بعد ما تفتح البرنامج بتبدأ ان انت تعمل تشيك، بيظهر امامك كده بهذا الشكل تشيك ناو. لازم تعرف الاول هل يتوافق مع ويندوز 11 ولا لا. لو كان متوافق بيبدا ان هو يقول لك هنا متوافق، الجهاز اللي امامي ده اللابتوب ده غير متوافق مع ويندوز 11. ليه بقى؟ لان البروسيسور جيل قديم زي ما انت شايف كده، وبعدين بيقول لك تي بي ام 2، فممكن تكون موجوده بس محتاج ان انا افعلها. ولكن بالنسبه لي اللي هو البروسيسور الجيل ده جيل قديم، فبيقول لك مش هينفع ان هو تثبت عليه ويندوز 11. كده من خلال الاختبار ده انا عرفت جهازي غير متوافق مع ويندوز 11. خلينا اوضح لك معلومه صغيره قد الزتونه كده، وهي ايه بالنسبه للجيل. يعني تخيل ده لابتوب كور اي 7، المفترض كور اي 7 يعني عالي، ولكن الجيل بتاعه كام؟ ده الجيل الثالث اللي بعد الكور اللي هو اي 7، بعدها ثلاثه. شايفين الثلاثه دي هي ديت الجيل، ده الجيل الثالث. متطلبات ويندوز 11 ايه هنوضحها بعد شويه، ولكن ده مش متوافق مع ويندوز 11 لان هو الجيل الثالث، وبالتالي انا مش هقدر ان انا اعمل ترقيه لويندوز 11 على هذا اللابتوب بسبب ان الجيل هو جيل قديم، جيل الثالث. طيب ما هي متطلبات ويندوز 11؟ وزي ما انتم شايفين كده ديت المتطلبات المفترض تكون متوفره في جهازك، ده الحد الادنى للمتطلبات عشان تقدر ان انت تعمل ترقيه او تثبت ويندوز 11 على جهازك. المعالج يكون 1 جيجا هرتز، الرامات تكون على الاقل 4 جيجا بايت، ساعة التخزين تكون على الاقل 64 جيجا بايت، التي بي ام 2، دقة الشاشة على الاقل تكون 720 بكسل. زي ما انتم شايفين كده دي المتطلبات اللي هي ظاهرة امامكم. في حاجة مهمة، الجيل اقل جيل تقدر ان انت تثبت عليه ويندوز 11 من خلال بحثي هو الجيل الثامن. ازاي تعرف الجيل الخاص بجهازك؟ تقدر ان انت تدخل كده على اللي هو ذيس بي سي وتعمل كليك يمين وتفتح اخر خيار، بيجي لك هنا بيقول لك البروسيسور كور اي 3 كور اي 5 كور اي 7 وجنبها رقم، اول رقم بعد الاي 7 دي او اي 5 اول رقم ده هو ده الجيل، ده الجيل الثالث زي ما انتم شايفين. يعني هل بعد 14 اكتوبر 2025 ويندوز 10 لو انا مثبته على الجهاز هيقف خالص الجهاز مش هيشتغل؟ لا، هيظل شغال، ولكن الدعم الكامل والتحديثات وكل شيء من شركه مايكروسوفت سيتوقف على ويندوز 10 بعد 14 اكتوبر 2025.
وعشرين. فانا انصحك لو كان جهازك متوافق مع ويندوز 11 ابدا ان انت تعمل ترقيه او ثبت ويندوز 11. طيب لو جهازك غير متوافق بعد ما تعمل الاختبار اللي احنا وضحناه، في الحاله دي انت صاحب الخيار، يا اما ان انت تجيب جهاز اخر، تجيب جهاز اخر يكون متوافق مع ويندوز 11، او ان انت تستخدم جهازك على وضعه كده اللي هو ويندوز 10 وتظل ان انت تستخدمه بهذا الشكل، ولكن ضع في اعتبارك مفيش اي تحديثات، مفيش اي دعم كامل لويندوز 10. طيب انا جهازي غير متوافق مع ويندوز 11، اقدر ان انا اثبت ويندوز 11؟ لو قدرت، يعني لو مشى معاك وقدرت ان انت تثبت ويندوز 11، هيكون شغال معاك مش بالشكل المطلوب، يعني هيقف معاك، هيبدا ان هو مش هيكون سريع، يعني هيكون في مشاكل عندك لو ثبته وهو غير متوافق مع الجهاز. لو انت ما عندكش امكانيه ان انت تجيب جهاز اخر وجهازك غير متوافق وانت خلاص قررت ان انت تكمل على ويندوز 10، ابدا الان لو انت عايز تعمل اي تعريفات، اي تحديثات، اي حاجه تخص ويندوز 10 اعملها، لان بعد 14 اكتوبر خلاص كل ده هيتوقف. هتبدا تعمل ايه؟ خليك معايا في الاجراءات اللي انت تعملها دلوقتي لو انت قررت ان انت تكمل على ويندوز 10. هتبدا تفتح هنا اللي هو مايكروسوفت ستور، وهتبدا تيجي هنا كده جنب النقاط دي وتقول له هنا اللي هو داونلود وابديت، وهتبدا تشوف هنا لو عندك اي تحديثات ابدا ان انت حدثها، تحديثات للبرامج للكلام ده كله ابدا ان انت حدثها، لان ده كله مش هيكون موجود بعد 14 اكتوبر. ابدا ان انت افتح اللي هي لوحه التحكم الكنترول بانل، وابدا ان انت اكتب هنا كده في البحث هنا فوق ابديت، واول خيار هنا اللي هو فايند اند فيكس ويندوز ابديت، اضغط عليها بيبدا ان هو يبحث لك على اي تحديثات موجوده اعملها من دلوقتي، بعد كده ده كله مش هيكون موجود، وهتبدا ان انت تضغط على نيكست وتبدا ان انت تكمل خطوات. ابدا ان انت اختبر جهازك وشوف ان انت محتاج تعمل تعريفات، تعريفات للصوت، تعريف لاي حاجه، تحديثات، ابدا ان انت ظبط امورك لو انت قررت ان انت ما تغيرش ويندوز 10 بعد 14 اكتوبر، لازم تعمل ده دلوقتي. وزي ما انت شايف كده بيقول لك هل ويندوز 10 سيتوقف بعد 14 اكتوبر؟ قال لك لا، ولكن الدعم والتحديثات والثغرات الامنيه وكل الكلام ده كله سيتوقف، والدعم الفني الكامل سيتوقف، يعني هم هيوقفوا شغل اصلا عن ويندوز 10، مش هيشتغلوا، يعني الفريق اللي شغال اصلا في التحديثات والثغرات الامنيه وكل الكلام ده كله بعد 14 اكتوبر هيوقفوا كل الكلام ده كله، هيبدا ان هم يركزوا على ويندوز 11. خلاص كده احنا عرفنا ان اللابتوب ده غير متوافق مع ويندوز 11. هنبدا ننتقل للجهاز الاخر ونعمل الاختبار عليه ونشوف. هنبدا ان احنا نكتب كده بي سي هيلث تشيك، ونبدا ان احنا نفتح نتيجه البحث دي، وهنبدا ننزل اللي هو البرنامج ده، بيبدا ان يتعمل له تنزيل على الجهاز، وابدا ان انا اثبته على الجهاز. اللابتوب خلاص انا تركته وسبته، انا في جهاز كمبيوتر بي سي موجود هنا تاني. اهي يا جماعه دي الشاشه زي ما انتم شايفين كده، جهاز كمبيوتر عادي. بعد كده فتحناه هنقول له تشيك ناو. قال لك This PC meets Windows 11 requirements، يعني هو الجهاز ده متوافق مع ويندوز ايه؟ مع ويندوز 11، يعني اقدر ان انا اعمل ترقيه للويندوز 10 الموجود على الجهاز ده الى ويندوز 11، مفيش اي مشكله، جاي هو علامه صح. طب اللابتوب ده كور اي 7 ولكن غير متوافق، والجهاز ده على فكره كور اي 5 ومتوافق، يعني انتوا فاهمين ازاي؟ طب ليه؟ لان جهاز الكمبيوتر ده الجيل ما هوش قديم زي ده، يعني الجيل هنا الجيل الثامن، هوري لك دلوقتي. شايفين هنا بيقول لك ايه في البروسيسور؟ بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك انتل كور، بعدين بيقول لك ايه؟ اي 5، كور اي 5 8400. 8 دي معناها الجيل الثامن، وبالتالي ويندوز 11 بيبدا من عند الجيل الثامن، فالجهاز ده ما فيش اي مشكله ان انا احوله او احول نظام التشغيل لايه؟ لويندوز 11. طيب النصيحه اللي انا بقول لك عليها دلوقتي تحطها في راسك كويس جدا. كيف تختار الجهاز المناسب لشغلك؟ يا جماعة اختيار الجهاز ده لازم يكون انت عارف انت عايز ايه، ايه متطلباتك، حلو؟ على حسب الحاجة اللي انت هتعملها، على حسب استخدامك. في ناس كتيرة جدا بتعمل عروض على الفيسبوك او على اليوتيوب او على السوشيال ميديا كلها، يقول لك جهاز لابتوب هو كذا ويعمل لك كده، وجهاز ده بخمسة وبعشرة وبعشرين الف، وجهاز امكانياته كذا وسريع وتستخدمه للمونتاج وتستخدمه للالعاب وتعمل عليه كل شغلك، وجهاز ويعمل لك عروض جبارة، حلو، وخصومات وتوصيل لغاية البيت كمان لو عايز. لكن هل هذا الجهاز يقدر او تقدر ان انت تشتغل بيه؟ هل مناسب لشغلك؟ انت بتلعب عليه، بتعمل جيمينج، انت بتعمل عليه مونتاج فيديو ايديتنج، ده مهم جدا، بتستخدم برامج زي ادوبي بريمير، برامج تقيلة، بتعمل عليه ايه؟ ولا فقط تصفح؟ فلازم تشوف ايه متطلباتك. طب ايه الاشياء اللي هي مؤثرة جدا في موضوع اللي هو سرعة وإمكانيات وسعر الجهاز؟ يا باشمهندس ما هي معروفة، يعني نجيب رامات عالية وخلص الكلام،
بس هو الناس بتكلم بس على الرامات، اجيب رامات يا عم 32 جيجا، ايه رايك؟ الموضوع مش كده يا جماعه، ده جهاز هو الكور اي 7 ورامات بتاعته 16 جيجا، ومع ذلك بيتعبني جدا في المونتاج وهحتاج ان انا اغيره قريب، لازم يتغير ان شاء الله. تمام، ما هوش كده خالص والله، ما هياش بالفهلوه، لا. انت عندك ايه الاشياء اللي بتلعب دور كبير جدا في السرعه؟ عندك الرامات، عندك البروسيسور الجيل بتاعه كام. لو انت هتجيب جهاز حاليا جيبه يعني فوق الجيل العاشر، ما تروحش تجيب لي جيل ثالث ولا جيل ما اعرفش ثامن، لا هجيب جيل عاشر، جيب الجيل ال13. ها جيب الجيل ال13، طبعا ده كله هيفرق معاك في السعر، بس انت على حسب استخدامك. انا بتكلم بقى في ان انت شغلك تقيل العاب او مونتاج والكلام ده، فهتلعب في الرامات، يا اما تجيبها 16 يا اما تجيبها 32، والبروسيسور يكون جيل حديث، ممكن كور اي 5 مفيش مشكله، ليس بشرط يكون كور اي 7، كور اي 5 ولكن يكون ايه جيل جديد، يعني مثلا الجيل ال13 او فوق الجيل العاشر. كارت الشاشه مهم جدا جدا، لازم يكون كارت الشاشه يكون كارت مش تعبان. الهارد يكون هارد من اللي هو نوع اس اس دي، مش الهارد القديم، لان ده بيفرق في السرعه. ناس تقول لك يا عم ايه دخل الهارد يا عم في السرعه، ده حاجه يعني فور ستورج، يعني للتخزين، لان اخزن عليه بيانات فقط، انا مش عايز اخزن اشياء كتيره، لا بيفرق معاك في السرعه. فجيب هارد اس اس دي، يبقى الرامات والجيل اللي هو البروسيسور والهارد وكارت الشاشه، كل الحاجات دي بتلعب دور في امكانيات وسرعه وسعر الجهاز. وانصحك بعد موضوع اللي هو ويندوز 10 ده، ان انت لو هتشتري جهاز ما تجيبش جهاز اقل من الجيل الثامن خالص، يعني لو انت حتى عايز جهاز يكون يعني سعره مش عالي، اه حتى لو جهاز كده يمشي الحال كده في البيت، لو انت ما عندكش شغل يعني صعب وشغل تقيل، اه فيعني جهاز يكون مش اقل من الجيل الثامن عشان تقدر تستخدم عليه ويندوز ايه ويندوز 11 ويشتغل معاك كويس. وعلى فكره انا اعتقد والله اعلم ان ده المفروض يحصل، ده المفروض يحصل ان الاجهزه القديمه اللي هي اقل من الجيل الثامن المفترض سعرها يقل، لان انت لو اخدت جيل اقل من الثامن ها وبالتالي انت مش هتقدر ان انت تثبت عليه ويندوز 11، فتشتغل بويندوز قديم، وبالتالي مفيش دعم مفيش تحديثات، يعني انت شغال كده وخلاص، يعني خلاص كده دعم كامل توقف بالنسبه لشركه مايكروسوفت للنسخ القديمه. فلو انت خدته وعارف كده وتشتغل بيه المفترض يكون سعره اقل، فالمفترض الاسعار تقل في الايام القادمه بالنسبه للاجهزه اللي هي القديمه، او الاجهزه اللي هي ايه اللي هي الجيل يكون قديم اللي هي بامكانيات قديمه او امكانيات قليله. عايز تشتغل بمونتاج بادوبي بريمير وتعمل شغل وتعمل كل اللي انت عايزه، تيجي تخرج فيديو تعمل له مونتاج وتعمل له ايديتنج وتبدا ان انت تعمل له ريندر وتخرجه، ياخد معاك وقت قليل، حتى لو كان 4K، لو انت مصوره ب4K ها ياخد معاك يعني وقت اللي هو نص ساعه ساعه ساعتين حاجات كده، مش اجي اخرج فيديو يقول لي الوقت المتبقي 3 ايام واربع ايام، بيحصل كده تمام، خاصه لو الفيديو بجوده عاليه بكواليتي عاليه بجوده تصوير ب4K تمام. فده كله بيفرق معاك في الامكانيات، لازم ان انت تجيب جيل جديد يعني بروسيسور عالي مع كارت شاشه عالي مع رامات تكون عاليه، اه كل الكلام ده كله. تحياتي ليكم، لو عندك اي سؤال عندك اي استفسار احنا بنرد من خلال تعليقات الفيديوهات، ولو انت عندك او طالب مننا نعمل فيديو عن اي حاجه ابدا ان انت تكتب لي في التعليقات، وان شاء الله ناخد الفكره منك ونعمل عنها فيديو. في نقطه مهمه جدا قبل ان انا ما اقفل الفيديو، انا عارف ان انا بطول في الفيديو وفي بعض الناس بتتضايق لما اطول، ولكن انا بحب ان انا ادي المعلومه بشكل كامل، ما يهمنيش الشخص اللي هو جاي يخطف ويجري، ده انا يهمني الشخص اللي قاعد كده وما عندوش فرط حركه، ها يبقى قاعد كده وعايز يطلع بالمعلومه، ده اللي يهمني وده اللي على دماغي. انت دلوقتي من اكثر الاشياء التي تؤدي لتهكير الاجهزه وهي البرامج اللي مش اصليه والويندوز اللي مش اصلي، خلي بالك. طبعا البرامج اللي هي المهمه زي البريمير زي الويندوز زي الفوتوشوب الكلام ده كله، اوفيس، الحاجات اللي هي المهمه لازم تكون موجوده على جهازك، ها الحاجات دي معظمها بيكون بفلوس اصلا، ما بيكونش مجاني صح. فسيادتك بتخش طبعا على مواقع وتبدا ان انت تعمل ايه تنزيل، اه نسخ مجانيه نسخ متكركه نسخ مش اصليه، اه ده كله ممكن يؤدي لتهكير جهازك خلاص. وناس كتيره جدا بتتواصل معانا عشان نسترجع الايميل تم تهكيره، جهازه تم تهكيره، قناه يوتيوب تم تهكيرها، كل ده من خلال برامج و تطبيقات بينزلها على جهازه ليست اصليه من مواقع مجهوله، بيبدا ان هو ينتشر في الجهاز ويبدا ان هو يهكرك. خلي بالك كويس جدا تبقى انت عارف انت بتنزل منين وعارف ايه اللي ممكن يحصل لجهازك. اهم الفيديوهات التي تفيدك موجوده في وصف الفيديو وفي التعليق المثبت تحت الفيديو. مع السلامه.